الرحمن. خلاص انتوا اذا كان عاوز يجينا من احد السادات، احنا جينا الشيخ رضا اسمه سيد المديريه، جينا عشان نسلم الاولاد اللي هم محتاجين اكثر احتياجا يعني، والتبرع وزير الاوقاف لكل طالب ب 100 جنيه، وده شيء طيب يعني، نتمنى انه يكون يعني يتكرر مره بل مرات. دعم الطلاب جاي، وزير الاوقاف ارسل الينا 80,000 جنيه مقابل 80 مدرسة، كل مدرسة فيها 10 أطفال، كل طفل له 100 جنيه. يعني انتوا بتقدموا المساعدة مالية للمدارس، والمدارس بتقوم الطالب بيمضي بنفسه باستلام ال 100 جنيه، استلام ال 100 جنيه الكشف ويستلمها بيت. والله اللي بيتم دي حاجة كويسة وطيبة من إدارة الأوقاف دشنا بمتابعة مدير الأوقاف، يعني بيقدم مساعدات مادية للطلبة المحتاجين، وإحنا كنا اخترنا هؤلاء الطلبة من بين الطلبة ولو إن المحتاجين كثير. يعني حاجة جميلة إن مدير إدارة الأوقاف مشرفني وجايب تبرعات للطلبة المحتاجين فعلا، ويا ريت هذه الزيارات وهذه التبرعات تتكرر وتبقى اكثر من كده، لان فعلا عندنا طلبه كثير محتاجه، وفي حالات كثير معدومه ومحتاجه فعلا مساعدات، محتاجه تدفع لها مصاريف مدرسه، محتاجه ملابس كثير، طبعا محتاج المساعد. اسمك ايه؟ اسماء. هي اسماء، انت النهارده ادوكي مكافاه من الاوقاف 100 جنيه، انت فرحانه بالمكافاه دي؟ طب هتجيبي بيها المكافاه دي؟ هجيبها حياتي لاخواتك. مش هتجيبي حياتي لنفسك؟ لا والله. طب ايه انت يعني مبسوطه ان الناس ادت لك مكافاه؟ طب انت عايزه على طول يبقى في مكافاه زي كده؟